Yeah. ابتدت حياته تعتبر حياة صعبة، ما فيها الايزي او السهل بل صعبة. بديت اكبر مع الايام، اكتشفت ميولي، اخترت اني اكون طيار. واهلي يقولولي هذه حياتك وانت اختار، وبدلة توقف دراستك اول المشوار. عليك نصرف لا تخاف يا ابني، احنا معاك في كل دربك. لا تظن خليك في وسط مشوارك وحربك. كبرت مع الايام وتغير الميول، اخترت اني اهتم في الالعاب فيها على طول. قلت للوالد ابي جهاز العاب، قال لي بعد النجاح ما عمره ظني فيك خاب. بعد النجاح والتفوق اخذني جهاز جديد، الفرحه والعزيمه في النجاح كالحديد. وهذه قصه انسان ناجح، حلمه كان بسيط، مع الايام وصل اللي يبيه من جديد. خليك وحش، خليك عنيد.